بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 62. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة ذي الخلصة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال: كان بيت في الجاهلية يقال له ذو الخلصة، والكعبة اليمانية والكعبة الشامية. فهذه أسماء لذي الخلصة، وقيل الكعبة اليمنية هي ذو الخلصة، والكعبة الشامية هي الكعبة المشرفة لأنها في جهة الشام من اليمن، يعني في الشمال. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، يعني من أستاذنا الذين يعبدون يعني هذا الوثن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا لنا ولأحمس قبيلة يعني. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية جهة اليمن. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، يعني لهم خبرة في ركوب الخيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري يعني صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول: جرير، والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، دعا لهم بالبركة 5 مرات. قال الإمام البخاري: حدثنا يوسف ابن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد، يعني كان يقع عن الفرس ولا يثبت على الخيل، فلما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيها نصب تعبد أنصاب، يعني يقال له الكعبة، كعبة اليمنية. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها أو كسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال: تكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد أسلم يعني. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وده يدل على استحباب الدعاء وترا، وعلى أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد عن 3
يعني كان في حديث أنس كان إذا دعا سلم سلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا فقد يزيد يعني على الثلاث. كان في هذه المرة دعا خمس مرات. قوله غزوة ذي الخلصة بفتح الخاء المعجمة واللم بعدها مهملة، وحكى ابن دريد فتح أوله وإسكان ثاني خلصة، وحكى ابن هشام ضمها، وقيل فتح أوله وضم ثاني والأول أشهر، يعني بفتح الخاء والصاد. والخلصة نبات له حب أحمر كخرز العقيق، وذو الخلصة اسم البيت الذي كان فيه الصنم، وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة. وحكى المبرد أنه أن موضع ذو الخلصة صار مسجدا جامعا لبلدة يقال لها العبلات من أرض خثعم، ووهم من قال إنه كان في بلاد فارس، لأن سميت بالكعبة اليمنية وأنها في اليمن أو الجنوب من الكعبة المشرفة. قوله حدثنا خالد هو ابن عبد الله الطحان وبيان بمحادة ثم تحتانية خفيفة وابن بشر وقيس وابن أبي حازم. قوله كان بيت في الجليل وقال له ذو الخلصة في رواية التي بعدها أنها كان في خثعم، أنه كان في خثعم وزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم ابن أنمار، فتح أوله وسكون النون أي ابن إرش بكسر أوله وتخفيف الراء وفي آخر معجمة ابن عنز بفتح المهملة وسكون النون عنز بعدها زاي أي ابن وائل ينتهي نسبهم إلى ربيع ابن نزار إخوة مضر ابن نزار جد قريش. وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث أبي هريرة عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. يعني من علامات الساعة أن يعود الشرك مرة يعني ثانية وتذهب النساء يعني إلى ذي الخلصة. وكان صنما تعبده دوس في الجاهلية، والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب، وإن كان السؤالي يشير إلى اتحادهما، لأن دوسا قبيلة أبي هريرة وهم ينتسبون إلى دوس بن عدنان ابن عبد الله بن زهران ينتهي نسبهم إلى الأزد، فبينه وبين خثعم تباين في النسب والبلد. وذكر ابن دحية أن للخلصة المراد في حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة، وكانوا يلبسونه الخلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده، وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا بيتا يضاهئون به الكعبة، فظهر الافتراق وقوى التعدد والله أعلم. كان بيرجح يعني كلامه أن ذي الخلصة التي في حديث أبي هريرة غير حديث جرير بن حازم لو حديث الباب، وأن ذي الخلصة الحديث الباب اللي هو كان يعني أراد بها المشركون أن يجعلوا كعبة زي الكعبة المشرفة الكعبة اليمنية، ولكن ذي الخلصة الذي في حديث أبي هريرة كان عمرو بن لحي قد نصبه أسفل مكة كأنه صنم، يعني كانوا يلبسونه الخلائد ويجعلون عليه بيض النعام ويذبحون عنده. قوله الكعبة اليمنية والكعبة الشامية كذا فيه قيل وهو غلط، والصواب اليمنية فقط، يعني كذا في هذا الحديث الكعبة اليمنية والكعبة الشامية، لأن في تباين اليمن في الجنوب والشام في الشمال، فهو كان يسمى الكعبة اليمنية، أما الكعبة الشامية هي كعبة المشرف. قيل هو غلط والصواب اليمنية فقط، سموها بذلك مضاهاة للكعبة، والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن شامية، فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم يمنية تفريقا بينهما. والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب، وأنه كان يقال لها اليمنية باعتبار كونها باليمن، والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام. ده تفسير آخر أن يقال لها الكعبة اليمنية لأنها باليمن، والشامية لأن كان لها باب في مقابل الشام بخلاف الكعبة المشرفة، فكان لها هذه الأسماء الثلاثة هذه الخلصة واسماء الكعبة اليمنية واسماء أيضا كعبة الشامية. يقول وقد حكى عياض أن في بعض روايات الكعبة اليمنية الكعبة الشامية بغير واو، قالوا في إهام، قالوا المعنى كان يقال لها ترى هكذا وترى هكذا، وهذا يقوي ما قلته، فإن إرادة ذلك مع ثبوت الواو أولى.
وقال غيره قول الكعبة الشامية مبتدأ محذوف الخبر تقديره هي التي بمكة، يعني هي يقال لها الكعبة اليمنية والكعبة الشامية كأنه مبتدأ محذوف الخبر والكعبة الشامية التي أي بمكة تقديره هي التي بمكة، وقيل الكعبة مبتدأ والشامية خبره والجملة حال والمعنى والكعبة هي الشامية لغير، هي ليست هذه هي الكعبة الحقيقية، الكعبة الحقيقية الكعبة الشامية الكعبة المشرفة. وحكى السهيلي اللي هو شرح سيرة ابن هشام، يعني وحكى السهيلي في كتابه يسمى الروض الأنف عن بعض النحويين أن له زائدة، وأن صواب كان يقال الكعبة الشامية أي لهذا البيت الجديد والكعبة اليمنية أي للبيت العتيق أو بالعكس. وقال السهيلي ليست فيه زيادة وإنما اللام بمعنى من أجل، أي كان يقال من أجل الكعبة الشامية والكعبة اليمنية أي إحدى الصفتين للعتيق اللي هو الكعبة المشرفة والأخرى للجديد. قوله ألا تريحني بتخفيف اللام طلب يتضمن الأمر، وخص جريرا بذلك أنه كان في بلاد قومه، إن الخلاصة كان في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم، والمراد بالراحة راحة القلب، وما كان شيء أتعب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى، بقاء الأوثان يعني والآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله. وروى الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 100 رجل من بني بجيلة وبني قشير جرير بن عبد الله، فسأله عن بني خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيئوا إلى الإسلام، فاستعمله على عامة من كان معه، استعمل جريرا كان سيدا في قومه، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه يستحب أن يكون الأمير من الناس، نستأنس بمن كان منهم للعصبيات القبلية، فإذا وجد واحد منهم يعني يمكن أن يكون يعني قائدا فاستعمله أولى من غيره، فاستعمله على عامة من كان معه، وندب معه 300 من الأنصار وأمره أن يسير إلى خثعم فيدعوهم 3 أيام، فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم ذا الخلصة، وإلا وضع فيهم السيف يعني قاتلهم. قوله فنفرت أي خرجت مسرعا في 150 راكبا، زاد في الرواية التي بعدها وكانوا أصحاب خيل أي يثبتون عليها، لقوله بعده وكنت لا أثبت على الخيل. وقع في رواية ضعيفة في الطبراني أنهم كانوا 700، فلعلها إن كانت محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباع، رجالة يعني يمشون على الأقدام وأتباع يعني عبيد أو موالي يعني يسيرون يعني معهم فيوصلهم إلى هذا العدد. وإذا طبعا لو إن الرواية صحيحة يعني، لكن الرواية يعني ضعيفة وما في الصحيح هو الصحيح. يقول ثم وجدت في كتاب الصحابة لابن السكن أنهم كانوا أكثر من ذلك، فذكر عن قيس بن غربة الأحمسي أنه وفد في 500، قال وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي الأعين في 200، قال وضم إلينا 300 من الأنصار وغيرهم فغزونا بني خثعم، فكأن 150 هم قوم جرير وتكملة 200 أتبعهم، وكأن الرواية التي فيها 700 من كان من رهط جرير وقيس بن غربة، لأن 50 كانوا من قبيلة واحدة وغربة بفتح المعجمة والراء بعدها موحدة ضبطه الأكثر. قوله فكسرناه أي البيت، وسيأتي البحث فيه بعده. قوله فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته كذا، فيه في الرواية الأخيرة أن الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رسول جرير، فكأنه نسب إلى جرير مجازا أخبر بواسطة رسوله. قوله فدعا لنا ولأحمس وزن أحمر، وهم إخوة بجيلة رهط جرير ينتسبون إلى أحمس بن الغوث بن أنمار، وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة ومدار نسبهم إليها على أنمار، نسبهم أيضا على أنمار. وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس ليست مرادة هنا، ينتسبون إلى أحمس بن ضبيعة ابن ربيعة بن نزار. وقع في الرواية التي بعد هذه فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات أي دعا لهم بالبركة. ووقع عند الإسماعيلي من رواية ابن شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد فدعا لأحمس بالبركة.
قوله وكنت لا أثبت على الخيل فضرب على صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، في حديث البراء عند الحاكم. فشكى جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القلعة أنه بيقع عن الخيل، فقال أدن مني، فدنا منه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها على وجهه وصدره حتى بلغ عهنته، ثم وضع يده على رأسه وأرسلها إلى ظهره حتى انتهت إلى أليته، ويقول مثل قوله الأول. فكان ذلك للتبرك بيده المباركة صلى الله عليه وسلم. فإذا القلع بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أبو عبيد الهروي الذي لا يثبت على السرج، وقيل بكسر أواله القلع. قال جوهري رجل قلع القدم بالكسر إذا كان قدمه لا تثبت عند الحرب، وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن سرجه. وسئل عن الحكمة في قوله خمس مرات في قيل مبالغة واقتصارا على الوتري لأنه مطلوب، ثم ظهر لي احتمال أن يكون دعا للخيل والرجال أو لهما معا، ثم أراد تأكيد في تكرير الدعاء ثلاثا فدعا للرجال مرتين أخريين والخيل مرتين أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلاثا، فكان مجموع ذلك خمس مرات. قوله اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، قيل في تقديم وتأخير، لأن لا يكون هديا حتى يكون مهديا، نفاقد الشيء لا يعطي. وبعدين فيش ترتيب هنا يعني فيش ثم يعني. قيل في تقديم وتأخير لأنه لا يكون هديا حتى يكون مهديا، وقيل معناه كاملا مكملا، كاملا في نفسه مكملا لغيره. وقع في حديث البراء أنه قال ذلك في حال إمرار يده عليه في المرتين، وزاد وبارك فيه وفي ذريته. فلما دعا به اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، ثم دعا له بالإيه بالبركة وفي رواية وفي ذريته. قيل كلام الزي في الأطراف، هي تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، ده كتاب للإمام المزي يتكلم فيه عن الأحاديث، طبعا موجودة في البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة، بيذكر طرف الحديث يقول مثلا هذا في مسلم في الرقم كذا، في البخاري رقم كذا، وبقية الكتب الستة. تنبيه كلام المزي في الأطراف يقتضي أن قوله واجعله هديا مهديا من أفراد مسلم، يعني تفرد به عن البخاري، وليس كذلك لأنه ثبت هنا من طريقين يعني في البخاري. قوله فكسرها وحرقها أي هدم بناءها ورمى النار فيها فيما فيها من الخشب. قوله في الرواية الثالثة ولما قدم جرير اليمن إلى آخره يشعر باتحاد قصته في غزوة ذي الخلصة بقصة الذهاب إلى اليمن، وكأنه لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشرا استمر ذاهبا إلى اليمن للسبب الذي سيذكر بعد باب. وقوله يستقسم أي يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر. استقسام بالأزلام بتبقى عصيان مكتوب عليه افعل أو لا تفعل، وواحدة غفل يعني ما فيش عليها شيء، فهو إذا أراد سفر أو أراد شيء بيختار يعني يخرج يعني عصى من هذه العصيان، فإذا وجد أفعل يفعل، وإذا وجد لا تفعل لا يفعل، وإذا وجد يعني ليس عليه شيء يعيد الاستقسام مرة يعني ثانية. وطبعا ربنا عز وجل حرم الاستقسام بالأزلام وأبدلنا الاستخارة. وأن تستقسموا بالأزلام، حكى أبو الفرج الأصبعاني أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخلصة، وأن امرؤ القيس لما خرج يطلب بثار أبي استقسم عنده فخرج له ما يكره، أنه لا يقتل الذين يعني حربوا أباء، فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد لو كنت يا ذا الخلص الموتورة لم تنهى عن قتل العداة زورا. موتور المقطوع الخير يعني. قال فلم يستقسم عنده أحد بعد هذا بعد حتى جاء الإسلام. قلت حديث الباب يدل أنهم استمروا يستقسمون عنده حتى نهاهم الإسلام، وكأن الذي استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه التحريم أو لم يكن أسلم حتى زجره جرير. قوله ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاة، واسم أبي أرطاة هذا
عندي كنية حصن بن ربيعة وقع مسمى في صحيح مسلم، والبعض رواتيه حسين بسين مهملة بعدها صاد وتصحيف حسين، وإنه من سماه حصن وقلبه بعض الرواة فقال ربيع بن حسين، ومنهم من سماه أرطاء، والصواب أبو أرطاء حسين بن ربيع هو ابن عامر ابن الأزور وهو صحابي بجلي لم أرى له ذكرا إلا في هذا الحديث. قوله كأنه جمل أجرب هو كناية عن نزع زينتها وإذهاب بهجتها، اللي هي الكعبة التي سميت بذي الخلصة. خلق الطبيب المراد أنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران، القطران هو القار أو الزفت، يعني أنه بيعالجوا به الجرب في الإيه في الجمال، يعني من جربه، إشارة إلى أنها صارت سوداء لما كسرها وحرقها لما وقع فيها من التحريق. وقع لبعض الرواية وقيل إنها رواية مسدد أجوف بواو بدل الراء وفاء بدل المحدة، والمعنى أنها صارت صورة بغير معنى، والأجوف الخالي الجوف مع كبره في الظاهر. وقال ابن بطال معنى قوله أجرب أي أسود، ومعنى قوله أجوف أي أبيض، وحكاه عن ثابت السرقسي وأنكره عياض وقاله تصحيف وإفساد المعنى كذا قال. فإن أراد إنكار تفسير أجوف وأبيض فمقبول، لأنه يضد معنى الأسود، وقد ثبت أنه حرق، والذي يحرق يصير أثره أسود لا محالة فيه، فكيف يوصف بكونه أبيض؟ وإن أراد إنكار لفظ أجوف فلا إفساد فيه، فإن المراد أنه صار خاليا لا شيء فيه كما قررته. وفي الحديث مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا. وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم، والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة في الفتوح، وفضل ركوب الخيل في الحرب، وقبول خبر الواحد، والمبالغة في نكاية العدو، ومناقب لجرير وقومه، وبركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وأنه كان يدعو وترا وقد يجاوز الثلاث. وفيه تخصيص لعموم قول أنس كان إذا دعا دعا ثلاثا فيحمل على الغالب، وكأن زيادة لمعنى اقتضى ذلك، وظاهر في أحمس لما اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام، ولا سيما مع القوم الذين هم منهم. انتهى الباب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.